مطورين ألعاب الفيديو بيحطوا دائماً أشياء أو ألغاز مخفية في ألعابهم عشان يتحدوا اللاعبين ويشوفوا متى رح يتم استكشاف. بعض هالألغاز بيتم اكتشافها بسرعة أي بعد أيام من نزول اللعبة، وبعض هالألغاز ما بيكتشفوها اللاعبين إلا لبعد سنوات طويلة. فهذا موضوعنا لليوم، بهالفيديو جايب لكم 10 ألغاز مخفية في الألعاب ما اكتشفوها اللاعبين إلا لبعد سنوات طويلة، وفي لغز ما اكتشفوه إلا بعد 40 سنة من نزول اللعبة. وهذا الفيديو يعتبر الجزء الثالث من هالسلسلة، سويت الجزء الأول من سنتين والجزء الثاني من سنة، والاثنين جابوا فوق 1,000,000 مشاهدة، فواضح إنكم تحبوا هالنوع من الفيديوهات. فيلا خلنا نبدأ. بس قبل نبدأ حاب أذكر إنه في giveaway شهري على جهاز البلايستيشن 5، وراح أعلن عن اسم الفائز بفيديو التوب 10 القادم. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه، كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر لايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. وهالفيديو برعاية World of Tanks. لعبة World of Tanks هي أقوى لعبة دبابات أونلاين تنافسية موجودة حاليا في العالم. اللعبة فيها فوق 600 دبابة وفوق 40 خريطة أو ساحة معركة، وكل الدبابات والخرائط مبنية على معارك حقيقية صارت بالحرب العالمية الأولى والثانية وبعدها. وغير كذا اللعبة فيها عدة أطوار، عندك طور الأسالت والهجوم، عندك طور 30 ضد 30 دبابة بساحات معركة كبيرة، وعندك حروب الكلانات وغيرها كثير. صار لي عم بلعب اللعبة فترة قصيرة وجدا مستمتع فيها، لأنها بتخليك تعيش جو الحرب الحقيقي وتحس حالك قائد دبابة من جد. رابط تحميل اللعبة موجود بالوصف، بس تحمل اللعبة تأكد انك تستعمل هالكود اللي شايفه قدامك على الشاشة عشان يعطيك هدايا مجانية تبدأ فيها اللعب. ونسيت اقولكم انه اللعبة مجانية بالكامل على منصة ستيم على البي سي، فيلا روحوا حملوها، الرابط موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. في المرتبة العاشرة عنا لغز ما اخذ سنوات ولا شهور لحلة، لا بل تم حلة فترة جدا قصيرة، بس حبيت اضيف على هالفيديو لانه لغز جدا رهيب، واللغز بلعبة الاكشن المغامرة Far Cry 4. في بداية اللعبة وأول مهمة فيها تلعب بشخص مسافر لأحد البلدان بجنوب آسيا ومعاه علبة فخار. هالعلبة فيها رفات أمه الميتة، وهدف شخصيتك أو البطل في اللعبة إنه يوضع رفات والدته بأحد المقابر بهالبلد، لأنه هذه كانت وصية أمه قبل ما تموت. بس في الطريق بتقابل جنود أشرار بيقتلوا الناس اللي معاك، وبتقابل رئيسهم اللي هو الشرير الأساسي بهاللعبة. الشرير بيكون رح يقتل شخصيتك، بس بعدين بيكتشف انه كان بيعرف والدة البطل، فما بيقتل شخصيتك وبالعكس بيعزمه على غدا بقصرة. أثناء الغدا الشرير بيقول لشخصيتك انتظرني هنا 20 دقيقة وراجع لك. وهنا بتبدأ المهمة الأولى في اللعبة، بتصير تسمع أصوات الناس اللي كانوا معاك عم يعذبهم بالغرف المجاورة، فبتروح وبتحررهم وبتقاتل حراسة وبتروح على المدينة وبتنضم للثوار وبتصير تقاتل الشرير. وهذه بكل بساطة قصة لعبة Far Cry 4. طيب وين اللغز في الموضوع؟ في بداية المهمة لما يقول لك الشرير انتظرني 20 دقيقة وراجع، لو انتظرت فعلا وما تحركت ولا عملت اي شيء فرح يرجع لك الشرير بعد 20 دقيقة ويعتذر منك على التأخير. Sincerely apologize. We saw terrorists in the area and yada yada. وراح ياخدك بالهليكوبتر الخاصة تبعه على المقبرة، وراح تدفن رفات والدة البطل، وراح يطلع لك الاند كريدت، وخلاص بتكون ختمت اللعبة. مبروك عليك ختمت اللعبة قبل ما تبدأ أصلا. فإيه لغز جدا رهيب وعدد قليل من الناس اللي بيعرفوه. في المرتبة التاسعة عنا لغز في لعبة الحرب العالمية الأولى Battlefield 1. اللغز جدا الرهيب وتم اكتشافه بعد نزول اللعبة بثمانية أشهر. في أحد خرائط الأونلاين في اللعبة اللاعبين انتبهوا إنه في صمامات مي باللون أحمر منتشرة في أنحاء الخريطة، تقدر تتفاعل معاهم بس ما رح يسووا أي شيء. اثنين منهم واضحين جدا والثالث مدفون تحت الأرض، لازم تفجر الأرض عشان يطلع لك الصمام الثالث. المهم لازم ثلاث لاعبين يوقفوا عن ثلاث صمامات ويتفاعلوا معهم بنفس الوقت. لو سويتوا كده
كذا راح تشوفوا انه في حفرة في الخريطة عم تتعبى مياه. بعدين في منتصف الماب في كراتين فوق بعض، لو بتفجرهم راح تلاقي في حفرة تحتهم، فلازم ترمي قنبلة بداخل حفرة. بعد كذا لازم نرجع على الحفرة اللي تعبت مياه ونقتل 3 لاعبين فيها باستعمال السكين لحديت ما تصير المياه كلها باللون الأحمر من الدم. وبس بعد كذا انتظر شوي وراح تشوف هذا المنظر. لغز جدا رهيب، بالذات انه اللعبة بالحرب العالمية الاولى وما فيها حيوانات ولا خيال ولا اي شيء، ففجأة كذا بنص الماب تلاقي سمك قرش طلع، شيء جدا رهيب. في المرتبة الثامنة ما عنا لغز في لعبة، لا بل عنا لغز بجهاز العاب يلي هو نينتندو جيم بوي 3DS. جهاز الجيم بوي 3DS نزل عام 2011، وفي عام 2014 اي بعد 3 سنوات احد الاشخاص اكتشف لغز جدا رهيب في الجهاز. طبعا الجهاز فيه شاشتين مثل مشايفين، والشاشات لمس، وكمان بيجي معاه قلم عشان يسهل عليك التحكم فيه. فالمهم لو فتحت المتصفح بالجهاز او البراوسر اللي بيخليك تدخل على الانترنت، وبعدها طلعت القلم وضغطت بالقلم على الشاشة بالمتصفح بترتيب وإيقاع معين بالقلم، فرح تفتح لك لعبة مخفية مثل ما شايفينها قدامكم فينك تلعبها على الجهاز. بس الشيء المجنون انه الضغطات اللي رح تضغطها بالقلم على الشاشة لازم تكون بإيقاع موسيقى سوبر ماريو. اي لازم تضغط على الشاشة بنفس هذا الإيقاع عشان تشتغل معاك اللعبة. It's the Super Mario Brothers theme, so check this out. Dun, 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 dun. فشكل الشخص اللي اكتشف اللغز كان طفشان وما عنده أي شيء، وجالس يضغط على الشاشة بإيقاع سوبر ماريو، وفجأة اشتغلت للعبة سرية. في المرتبة السابعة عنا لغز بلعبة نير أوتوماتا. اللي ما بيعرف هاللعبة فهي نزلت بعام 2017 ونجحت نجاح جدا كبير. طبعا اللعبة فيها عدة نهايات، وفي تحدي معين باللعبة ما تقدر تجيبه إلا إذا وصلت للنهاية الأخيرة، وعشان توصل للنهاية الأخيرة فلازم تختم اللعبة 3 مرات على الأقل، يعني رح تاخد منك وقت وجهد جدا كبير. وبعام 2021 أي بعد 4 سنوات من نزول اللعبة، أحد الأشخاص اكتشف لغز يخليك تروح على النهاية الأخيرة من بداية اللعبة بدون لا تلعب ولا تعمل أي شيء. في كل بساطة بالمهمة الأولى باللعبة لازم تروح على هذا المكان، توقف بين البراميل وتضغط بالكنترولر أو جهاز التحكم كلمة السر اللي هي فوق تحت فوق يمين يسار مربع دائرة مثلث X، وبس راح تروح على نهاية اللعبة تشوف النهاية الأخيرة وتختم اللعبة. الشخص اللي اكتشف هاللغز نشر على تويتر، والفيديو تبعه جاب فوق 1,000,000 مشاهدة، وكثير ناس من لاعبين اللعبة استفادوا من هاللغز، لأنه مثل ما قلت لكم عشان توصل للنهاية الأخيرة باللعبة لازم تختم اللعبة فوق 3 مرات. طيب وممكن حد يقول انه كيف اكتشف هالكود وهاللغز، انه مو معقولة خطر على باله يوقف بمكان معين ويضغط أزرار عشوائية حتى اكتشفه. لا، الشخص قال انه دخل على ملفات اللعبة وقاعد يدور لمئات من الساعات لحديت ما اكتشف هذا الرقم السري، وصراحة شيء جدا غريب من الشركة انهم يحطوا لغز بهالصعوبة. في المرتبة السادسة عنا لغز بلعبة جدا قديمة اللي هي Metal Gear Solid. اللعبة نزلت عام 1988 على جهاز البلايستيشن 1. أحد الأشرار اللي بتقابله باللعبة اسمه سايكو مانتس، وهذا الشرير كان جدا صعب انك تتغلب عليه. الناس وقتها كانوا يقضوا ساعات بل أيام حتى يتغلبوا عليه. وليش جدا صعب؟ لأن هالشرير بيقرأ تحركاتك، حرفيا بيقرأ كيف انت لعبت اللعبة من البداية لحديت ما قابلته، وأول ما تقابله بيقول لك بالضبط كيف انت كنت جالس تلعب. It's useless, I told you. I can read your every thought. You are extremely careful of traps. You are either very cautious or you are a coward. لا، وكمان بيقرأ ملف تخزينتك على جهاز البلاي ستيشن 1 وبيعدد لك أسماء الألعاب يلي لعبتها. Still don't believe me. So, you like Azure Dream?
You like Castlevania, don't you? I see that you enjoy Konami games. فالمهم هذا الوحش بيقرأ تحركاتك وبيعرف طريقة لعبك، عشان كذا جدا صعب انك تتغلب عليه. بس كان في لغز لو سويته راح تقدر تتغلب عليه بكل سهولة، واللي هو بكل بساطة تشيل يد التحكم من اللاعب الاول بجهاز البلاي ستيشن 1 وتحطه في اللاعب الثاني. لو سويت كذا ما راح يعرف يقرأ تحركاتك وراح يضيع وراح تتغلب عليه بكل سهولة، لانه هو على أساس بقرأ أفكارك وتحركاتك، بس لو حطيت جهاز التحكم باللاعب الثاني فما رح يعرف يقرأه. طيب كل صراحة ما بنعرف هذا اللغز مدى تم اكتشافه ومين أول واحد حله، بس سويت شوية أبحاث سريعة ولقيت أول مقال يشرح اللغز كان من موقع IGN عام 2004، أي بعد نزول اللعبة بست سنوات. في المرتبة الخامسة عنا لغز بلعبة Vampire The Masquerade Bloodline. هاللعبة تعتبر من أفضل ألعاب مصاصي الدماء أو الفامبايرز الكلاسيكية. اللعبة قديمة نزلت عام 2004 واكتشفوا لغز بعد 9 سنوات من نزول اللعبة، أي بعام 2013. واللغز جدا رهيب لأنه بيغير من جو اللعبة شوي وبيخليه كوميدي. لما تقتل أحد الأعداء في اللعبة راح ينزل لك مفتاح، وهذا المفتاح فينك تستعمله عشان تفتح غرفة سرية راح تقابلك بعدين. وبس تفتح الغرفة راح تلاقي بداخلها لابتوب، لو كتبت على اللابتوب كلمة هنت أو معناها بالعربي تلميح فراح تطلع لك كتابة على اللابتوب انه سكر وافتح الباب عدة مرات، ولو سويت كذا مع الباب راح تلاقي فيه موسيقى عالية اشتغلت، وبعدين لو طلعت لبرا راح تلاقي هذا المنظر. طبعا هذا الذئب اللي يرقص راح يطلع لك في بداية اللعبة، وبعدين خلاص بتكمل اللعبة طبيعي. ولما توصل على النهاية وتقتل الشرير الأخير وتختم اللعبة راح يطلع لك الذئب مرة ثانية يرقص، وشخصيتك راح يرقص معاه. وما رح يطلع لك هالذئب اللي قاعد يرقص إلا إذا سويت هاللغز، يعني إذا ختمت اللعبة بشكل طبيعي ما رح تشوف الذئب الراقص. في المرتبة الرابعة عنا لغز في لعبة ماينكرافت. لعبة ماينكرافت فيها عدة ألغاز، يعني مثلا لو حطيت كائن الفينتيكيتر بجانب حيوانات وغيرت اسمه إلى جوني فرح يطلع فأس ويدبح جميع الحيوانات. طيب ليش بيسوي كذا؟ لأن بكل بساطة هذا ريفرنس على فيلم الرعب المشهور اللي اسمه The Shining، كان الشرير فيه اسمه جوني وكان معاه فأس ويدبح فيه الناس. أو مثلا لو غيرت بعض أسماء الحيوانات لاسم مطورين اللعبة فراح يعملوا لك حركات مميزة، يعني لو سميت اسم المعزة جيب على اسم الليد ديزاينر فراح تشوف انه لون المعزة راح يضل يتغير. او لو سميت اي حيوان باسم دينر بون اللي هو الاسم المستعار للتكنيكال دايركتر بالشركة فراح يتشقلب الحيوان ويصيروا رجليه فوق وراسه تحت. بس في لغز ما اكتشفوا اللاعبين الا السنة الماضية عام 2021، واللعبة نزلت عام 2011، يعني هذا اللغز أخذ 10 سنوات عشان يتم اكتشافه، واللي هو لما توصل على نهاية ماينكرافت وتقاتل التنين الأخير في حجر بيطلع اسمه الاند كريستل، وهالحجر بيعبي الهيلث للتنين. طبعا هالحجر أو الاند كريستل شكله نوعا ما غريب كذا، لونه زهري وعليه خرابيش باللون الأحمر. بس أحد اللاعبين السنة الماضية قال أكيد هالرسومات جوا الحجر لها معنى، فراح وصورهم واحدة واحدة وحطهم بجانب بعض، بعدين لف كل رمز 90 درجة على اليمين وغير ترتيبهم وطلعت معاه كلمة موجينج. والما بيعرف موجينج هي الشركة اللي أسسها مصمم ماينكرافت الأولي اللي بعدين باع الشركة كلها لمايكروسوفت. فإيه على نهاية ماينكرافت اسم الشركة موجود على هالحجر وما حد من اللاعبين انتبه له خلال 10 سنوات الماضية. في المرتبة الثالثة عنا لغز بلعبة ستريت فايتر ألفا 2 اللي نزلت عام
1996 وتم اكتشاف اللغز عام 2021، أي بعد 25 سنة من نزول اللعبة. الشرير الأخير اللي بتقاتله بهاللعبة اسمه شين أوكاما، وكان جدا قوي وحتى حاطين صورته على غلاف اللعبة. وهذا الشرير من المفترض أنه ما تقدر تلعب فيه أبدا، يعني فقط هو يلعب ضدك بس ما فينك أنت تلعب وتتحكم فيه. بس السنة الماضية في لاعب ياباني اسمه جازاها اكتشف طريقة عشان تلعب فيه، واللي هي لازم أولا تجيب أعلى سكور في اللعبة، بعدين تغير اسم شخصيتك إلى K-A-J، بعد كذا ارجع على القائمة الرئيسية. واللعبة كانت موجودة على جهاز السوبر نينتندو، فلازم تضغط على الكنترولر للجهاز الأزرار اللي هي X-Y-A مع بعض، بعدين تشبك كنترولر ثاني وتضغط زر الستارت بالكنترولر الثاني، بعدين باستعمال الكنترولر الأول تدخل على ثاني خيار بالقائمة، وراح يدخلك على قائمة اللاعبين وفينك تختار هذا الشرير وتلعب فيه. طبعا هذا مو لغز، متأكد الشركة ما حطوه عشان اللاعبين يكتشفوه، لا بل حطوه عشان هم الشركة يقدروا يلعبوا فيه ويجربوا عليه بعض الأشياء ويضبطوا اللعبة. بس مجتمع اللاعبين أو الجيمرز ما بيخفى عليهم شيء، بيكتشفوا جميع هالأشياء دائما. في المرتبة الثانية عنا لغز بلعبة داينامايت داكس، وتم اكتشافها بعد 33 سنة من نزول اللعبة. اللعبة نزلت عام 1988، وفي يوتيوبر بعام 2017 اكتشف هذا اللغز. وتحذير بسيط، اللغز زائد 18 شوي. في بداية اللعبة بتشوف بنت عم تلعب بالحديقة ومعها بطتين، بطة حمراء وبطة زرقاء، وفجأة بيدخل ساحر بيسرق البنت، وبعدين لازم تلعب بالبطتين عشان تحرر البنت وتقاتل الأشرار. واليوتيوبر لاري اللي اكتشف اللغز اكتشف انه في قائمة سرية فينك تفتحها وبيكون فيها اكواد وبرمجيات اللعبة. فلما فتح القائمة جوا اللعبة لقى مكتوب على اليمين اذا بدك تشوف شيء وسخ فاكتب الكود التالي. فجرب عدة اكواد وما ضبط شيء، بعدين فكر انه يكتب كلمة اللي هي وسخ بالعربي، وفعلا اشتغل ورجعها على اللعبة. بس هالمرة كانت البنت يلي عم تلعب مع البطاط بدون ملابس بالكامل، وحتى الكلام اللي مكتوب تحت اللي بشرح القصة قلب كلام زائد 18. والمشكلة انه هاللعبة موجهة للأطفال، بس على الأكثر مطورين اللعبة سووها كمسحة بينهم، ما كانوا متوقعين حد في المستقبل راح يكتشفها. وناشر اللعبة شركة سيجا أكيد ما كانت بتعرف ولا كانت عملت لهم مشكلة، بس حاليا بعد 33 سنة سيجا أصلا بطلت تسوي ألعاب. في المرتبة الأولى عنا أول وأقدم لغز في لعبة فيديو في التاريخ، اللغز بلعبة الأركيد ستار شيب 1. اللعبة نزلت عام 1977، أي من 45 سنة، وتم اكتشاف اللغز بعام 2017، أي بعد 40 سنة من نزول اللعبة. والشيء المجنون كمان أنه الشخص اللي اكتشف اللغز اسمه إيد فرايز، هذا الشخص مصمم ألعاب، اشتغل على ألعاب مثل هيلو، وهو اللي صمم جهاز الإكس بوكس الأولي. بس حاليا كبر في العمر وشبه متقاعد، وحط هدف لنفسه انه وده يكتشف اول لغز بتاريخ الالعاب من باب التسلية. وصار يتواصل مع صانعين اول العاب في التاريخ يسألهم هل في اي الغاز بالعابكم، ومعظم الناس قالوا لا، لحديت ما تواصل مع مصمم لعبة ستار شيب 1 على جهاز الاركيد اللي اسمه رون، وقال له ايه في لغز بلعبتي والى الان ما حد اكتشفه. اللغز جدا رهيب، بكل بساطة لازم تضغط على زر اللي يطلق الليزر وزر الستارت، وبعدين تحط فلوس جوا جهاز الاركيد وراح تفتح لك صفحة مكتوب عليها هاي رون، مصمم اللعبة اسمه رون فكاتب اسمه جوا اللعبة. ولو سويت كذا فراح يعطيك 10 ادوار مجانية في اللعبة، لانه جهاز الاركيد كل ما بدك تلعب جيم لازم تدفع فلوس. لو حدا سوى هاللغز وقتها كان لعب 10 اجيام مجانا بس ما حد اكتشفه. فهذا اول لغز بتاريخ تاريخ
ألعاب الفيديو وأخذ 40 سنة عشان يتم اكتشافه. فأي يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أفضل لغز بالنسبة لكم بهالفيديو، وكمان شاركونا لو في لغز أنت اكتشفته بلعبة معينة، أتمنى تكتب اسم اللعبة وشو هو اللغز. وبس، كان معكم الشركة إيال وشركة كيش، كم ديهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.